طلاب الأعزاء، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات. والآن سنتابع في شرح وتحديد أساليب بلاغية وفنية في قصة النخلة المائلة للأديب محمد علي طه. والآن مع أسماء الأماكن. أسماء الأماكن مختلفة حسب ما ذكرت في القصة، ومنها البياضة، رباع الست، المراح، يذكرنا برائحة الأنعام والمواشي والأغنام، بالرغم من أن هذه الرائحة سيئة فهو يحببها للقارئ ويحول حالة التقزز والاشمئزاز إلى حالة تشوق وحنين للأرض، للوطن، للمكان. والراوي خبير برائحة الوطن والأرض، يعرف رائحة الهضبة في سويعات الصباح، ويعرف نعومة النسيم فوق المنحنى، يسترجع ذكرياته فيبدأ بذكر أسماء الأماكن التي توحي بالارتباط بالأرض. فالمكان ثابت وراسخ في وجدانه وذاكرته. فالمكان هنا له أهمية بالغة عند الكاتب. الحارة، الزقاق، البيت، المدرسة، الحاكورة، البئر ودرب الملايات. أما بالنسبة للنباتات والأزهار، فذكر الأديب محمد علي طه عدة نباتات وأزهار التي تربطنا بالأرض، بفلسطين. وتورد القصة أسماء نباتات وأزهار مختلفة، منها زهرة القندول، يصورها الأديب محمد علي طه بشكل رائع وجميل، فكأنها معشوقة، قد لف حبيبها ذراعه حول خصرها. البرقوق، شقائق النعمان، الأقحوان، النرجس، وعصا الراعي، وغيرها الكثير من النباتات والأزهار، وذلك ليعبر عن اشتياقي لما يضمه الوطن ولما يحويه من نباتات وأزهار وما ينبت في هذه الأرض. إذن يوثق الكاتب أنواع الأزهار المحلية في فلسطين. كل هذه النباتات والأزهار تصور البيئة الفلسطينية، ومن ميزات وسيمات البيئة الفلسطينية فهي تنمو في الأراضي الفلسطينية. هذه النباتات تشير إلى التمسك بالأرض والارتباط والتشبث بهذه الأرض التي هي جزء لا يتجزأ من حياة الفلسطيني. أما أسماء الطيور، تورد أسماء للطيور هنا في القصة، مثال فراشات ملونة، عصفور بني الذنب، طزيز، دويري، المقصود بأنها تطير، وهذا رمز إلى الفلسطيني المنفي الذي لا يستقر بمكان. هذه الطيور ترمز أيضا إلى الارتباط الوثيق في الأرض، مهما تحوم وتطير فهي تعود إلى بيتها، إلى أرضها، إلى مكانها. أما العادات الفلسطينية التي ذكرت في القصة، قسم من هذه العادات تجسدت في حذوة الفرس، الخرزة الزرقاء مثلا، ونحن نعلم بأن الخرزة الزرقاء هي تتمثل في الشعب الفلسطيني لحفاظ من الحسد، من العين، إذن حذوة الفرس أيضا. وذكر الأرض الفلسطينية ومنها الخوخة، القنطرة، وتضيف وتشحن القصة بالواقعية. هذا عندما يذكر أحداثا أو عادات لشعب معين أو لمكان معين لإضفاء الواقعية ولتقريب القارئ والسامع من هذه القصة، وهذا يشير إلى مدى التعلق. إذن يساهم الكاتب، نحن نقول الكاتب أي طه هو الكاتب محمد علي طه، في التعبير عن الهوية الفلسطينية وإنسانها ومكانها وزمانها من خلال علاقة التواصل بينه وبين مقوماتها الوجدانية والوجودية. الجار،
نباتات، حيوانات وأماكن. إذن وظف النباتات، وظف الحيوانات، وظف الأماكن، وظف الأسماء. هذه جزء من هوية الفلسطيني، تعبر عن كيانه وتلاحمه وارتباطه الوثيق بالأرض وبالوطن. أما العنوان النخلة المائلة، وقد قلنا في الدرس السابق عن هذا العنوان الذي هو يتضمن لفظتين متناقضتين، فالنخلة لا تتلائم مع الميلان، ومائلة هي صفة لا تليق بالنخلة، فالنخلة كما نعرف ونعلم شامخة مرتفعة. إذن هذا يسمى إرداف خلفي، أكسوميرون. إذن وهذا يعني التناقض الظاهري بين لفظتين في مجالين مختلفين أو متناقضين، ينطوي على حقيقة عميقة بقصد إظهارها أو تعبيرا عن الدهشة والإعجاب. النخلة المائلة وكيف يصح ذلك؟ إذن النخلة وردت في القصة بشكل بارز بشكلين. النخلة أو مبروكة، فالنخلة كما قلنا هي رمز عربي فلسطيني إسلامي، تمتاز بالصبر والقدرة على التحمل لكل ظرف وأمر شاق وصعب، وتمتاز بالثبات في الأرض، فجذورها قوية متأصلة في الأرض، لا تسقط بسهولة، صامدة كما هو حال الفلسطيني. جذعها قوي وصامد أمام الرياح القوية، أي باقية صامدة في الأرض. النخلة ترتبط بصبر الراوي، أي صبر الفلسطيني الذي يمثله الراوي المشرد المهجر من أرضه ومن وطنه، يصور نفسه أنه صابر، صابر صبرا لا يتحمله أحد، فكل هذا يساهم بسمو النخلة ورفع شأنها. الصبر تردد في القصة بشكل واضح كموتيف في سياقين مختلفين، فهو يصور صبره على فراق أرضه وغربته، وقد ورد أيضا موتيف الصبر على صورة حكاية تقول أنه تقاوى على نفسه حتى وصل إلى البحر فخرج معافا، لذلك هناك أمل بأن يصل الراوي إلى مكان ولادته، أي العودة إلى أرضه وإلى النخلة، حتى يرجع أيوب الجديد معافا وسالما. مائلة، النخلة مبروكة، والشكلين هما النخلة مبروكة والنخلة مائلة، تذكرنا بنخلة مريم المنحنية، رمز التجدد والصبر والثبات، مهما كانت شدة الرياح فهي صابرة وصامدة أمام هذه الرياح، لا يهزها لا قوة رياح ولا عواصف حتى، فهي مائلة بسبب العاصفة التي حلت عليها، فمن شدة الهموم أصبحت مائلة، لكنها تمتاز بالصبر، مالت إلا أنها بقيت صامدة، والثبات والصمود، تميزت بالصبر بالثبات بالصمود مهما اشتدت عليها وكانت قوية. ونحن نرى هنا بأن الكاتب يتألم بتصويره بأن النخلة مائلة، فيقول هي من شدة الأحداث وقوة العواصف والرياح، هي يعني كل هذا أمكنه أن يحنيها ولا أن يقتلعها، إلا أنها باقية متأصلة رغم ما أصابها من تغيرات، ممكن أنها كبرت في العمر، وهذا حال الفلسطيني، يمكن أن يهرم، أن يكبر، أن يمرض، إلا أنه يبقى صامدا في الأرض. إذن يتساءل الراوي عن سر انحنائها،
ويضع لذلك 3 احتمالات: الحنين أم الغربة أم الزمان، ويعود ويتساءل مرة أخرى: ما الذي حنى النخلة؟ هل انحنيت لتصمدي أمام الريح أم لتشمي رائحة الأهل؟ يعني ممكن أنها انحنت لتصمد، لتقوي نفسها بدل أن تبقى شامخة وتستطيع الرياح أن تهب وأن تقتلعها، فهي أحنت نفسها قليلاً لكي تصمد ولكي تكون أقرب إلى الأرض وتتمسك أكثر، أم لتشم رائحة هذه الأرض لاشتياقها لهذه الأرض. أما بالنسبة للرمز، كما قلنا كثفت قصص الأدباء المحليين في أعقاب النكبة وحرب حزيران، النكسة، الرموز. والرمز هنا برز في هذه القصة، في قصة النخلة المائلة، فالنخلة المائلة ترمز إلى الحنين، الشوق، اللهفة إلى الوطن بعد أن هجر الفلسطيني عن أرضه ووطنه الذي رحل عن هذه الأرض وعن هذه الوطن، وسيعود ويرجع يوما ما إلى هذه الأرض. نلاحظ انتشار الأغاني على طول القصة، فقد استخدم الكاتب اللغة الغنائية بهدف الابتعاد عن مبنى القصة التقليدي وتحولها إلى أناشيد حب وحزن وشوق وحنين، وتنتشر على مساحة القصة فتأخذ شكل النشيد. فالنشيد كان متنوعا: نشيد النخلة، نشيد للراحلين، نشيد للمكان، نشيد للبيت، ونشيد للياسمين، وغيرها من الأناشيد. وقد تخلق هذه الأغاني جوا شعبيا يعبر عما يجول في خاطر الشخصية. والآن مع واقعية القصة أو واقعية الأحداث أو واقعية المكان، إذن يستمد الكاتب قصصه من الواقع والتقاليد والفولكلور، وبرز استخدامه للأغاني وخاصة الشعبية في قصصه. وهذه الأغاني جزء من الفولكلور العربي، جزء من الفولكلور العربي الفلسطيني. فهذه الأغاني نقلها لنا آباؤنا عن أجدادنا عن آبائهم، فهي جزء من التراث المتنقل والمتجذر من جيل إلى جيل من التراث والوطن. فطالما حافظنا على هذه الأغاني الشعبية الفلكلورية التي هي جزء من تراثنا، سوف نحافظ على أرضنا. فهذه الأغاني تجسد انتماءنا إلى أرضنا. وردت الأغاني في مواقع عديدة، بالقصة، ومنها: مبروكي يا مبروكي يا عين امك وبوكي، بالدم زرعناكي وبالدمع سقيناكي، واجوا الغرب سرقوكي. فهو يغني للنخلة ويقول بأنهم زرعوها، أن هي مبروكة فيها البركة، زرعوها وهي عين أمها وأبوها، بالدم أي فدوها بأرواحهم وقتلوا من أجل هذه الأرض. هنا تمثل النخلة الأرض. بالدمع سقيناك أي من كثرة البكاء على الشهداء، وبسبب البكاء والحنين الدموع، وقد جاءوا الغرباء وسرقوها. تعال تعال يا طيورا طايرة، يا وحوشا غابرة، سلموا على يوسف العلو وقولوا له تعال شوف مبروكة كيف صايرة. تروي النخلة المائلة قصة حديث الغياب والفراق، وتصغي لنشيد الغياب، وكأن مبروكة تغيرت كثيرا، ونادوا على يوسف العلي تيشوف مبروكة شو صار معها. يلوذ بها يوسف العلي حيث تقف بقامتها الشامخة الطويلة شاهدة على المكان الذي أجبر على الغياب،
وهذا يعني فقدان المكان والاحتفاظ به في الذاكرة، فعبر الذاكرة فقط وليس في الواقع. وهذا يشير أنه كتب على الفلسطيني خياران، أولهما مكان في الذاكرة يساعده على تحمل الغياب، أو البقاء والتشبث في المكان مستعينا بالذاكرة على تحولات المكان. إذن سنخرج الآن إلى استراحة قصيرة أعزائي الطلاب، ونعود بعد قليل. نتمنى أن تواصلوا معنا المشاهدة والإصغاء والاستماع إلى هذه القصة القيمة الزاخرة والزاخمة في معلوماتها وفي عباراتها. أشكركم جزيل الشكر.
المتابع أيها الأعزاء، أعزائي الطلاب، ومعي الأغاني الشعبية والفولكلور الذي وظفه محمد علي طه في قصة النخلة المائلة. مبروكي يا مبروكي يا عين أمك وأبوكي، لومي مش على الزمن، لومي مش على الزمن، لومي على اللي راحوا هجروكي. فنرى هنا بأن يوسف العلي لا يحمل اللوم ولا يلوم النخلة مبروكة على هذا الانحناء، وإنما يلوم الفلسطينيين الذين هاجروا وتركوا الأرض ليحل بها هذا التغيير وهذا الألم. إذن يعود ليجد النخل قد مال جذعها تحت ضغط الزمن، لكنه يغفر لها انحناءها ويطمئنها أنه عاد إليها ولن يرحل عنها ثانية، حيث يرى بها الأرض والبيت والحلم الذي يسعى لتحقيقه. مات علي، علي الأب، أب يوسف، وبقيت أحلامه تعانق النخلة حتى اللحظة الأخيرة في حياته، فأغفى وهو يحتضنها ويتلمس رائحة الأرض التي رحل عنها. يعود ليعانق بمعانقته لها البيت والزقاق والقنطرة والخوخة وجميع ما رآه وتذكره من الماضي ومن الطفولة. يوسف العلي يرى بالنخلة الأرض، فهي الشاهد الوحيد ولا يوجد شاهد سواها على طفولته. والموتيف هو لفظ متكرر، لفظة أو جملة أو فكرة أو موضوع متكرر في العمل الأدبي من أجل تطوير فكرة في النص، فهو عنصر متكرر برمز يرمز إلى فكرة معينة، وتكرار الموتيف يمنحه قيمة ومعنى ودلالة، كما أن الحقل الدلالي يتحدث ويتشكل من خلال الموتيفات المتكررة داخل النص. مرت القصة القصيرة العربية في إسرائيل بالكثير من التقلبات كما قلنا، والتغيرات السياسية والاجتماعية، فعبر الأدباء من خلال مواجهتهم لهذه التحديات عن تجاربهم ومعاناتهم، لذلك برز في إبداعاتهم موتيفات متنوعة، منها الأرض، فقدان الهوية، والوطن. يظهر الموتيف في قصة النخلة المائلة بشكل كبير، وهو النخلة مبروكة، تكررت كثيرا، إذن هي لفظة تكررت داخل القصة بشكل واضح، وتهدف إلى الإشارة إلى فكرة معينة يريد الكاتب إيصالها إلى القارئ. ويتجسد ذلك في أن النخلة ذكرت على طول القصة، فهي تشير إلى الأرض وإلى التشبث والتمسك والتأصل في هذه الأرض، وهذا الموتيف المتكرر يشير إلى مدى تعلق الفلسطيني بأرضه، بترابه، بوطنه. فالأرض هي سر بقائنا وصمودنا ووجودنا، فكل الحقل الدلالي والكلمات تشكل من الموتيف النخلة الأرض، فالأرض النخلة هي المركب الأساسي والرئيسي لحبكة النص. ومن هذه المفردات التي تظهر في القصة، عبير البرتقال، نسيم البحر، تراب البياضة، دروب، حارة، زقاق، تلال، عود يابس، كل هذه مفردات مستقاة من طبيعة وبيئة وأرض فلسطينية. والآن مع زاوية الإشراف، نحن نلمس بأن الكاتب عليم بكل شيء، أي يعلم ما يدور داخل الشخصيات وما يدور خارجها، فهنا إشراف كلي، السارد عليم بكل شيء، فالكاتب ينقل للقارئ طبيعة البلاد الفلسطينية الجميلة الراسخة المتجذرة في ذاكرة وقلب كل فلسطيني. هو السارد، هو الذي سرد القصة، الذي يصور بكاميرته البيئة الفلسطينية، وهو السارد العليم بكل شيء. وعندما يكون الكاتب
يعلم ما يدور أي داخل الشخصية، أي ما تفكر به الشخصية وما تتساءل عنه الشخصية في داخلها من خلال حوار داخلي أو من خلال كشف المعلومات التي تفكر بها، فهذا مشرف كلي، عكس الجزئي الذي يصور لنا فقط ما يدور خارج الشخصيات، فقط ما نراه، وإنما هنا كان يعلم ما يدور داخل كل شخصية، لذا هو هنا مشرف كلي. من خلال القصة يتضح أن الكاتب قام باستخدام تنصات مختلفة ومتنوعة، ومنها الغناء الشعبي، الآيات القرآنية الكريمة في قصة النخلة المائلة على النحو التالي. التناصات هي من التناص، التناص هو استحضار نص قديم في النص الآني، النص الحاضر الآن، وذلك ليربط الكاتب بين النص القديم والنص الحديث، وليدعم النص الحديث بالنص القديم. مثل حرف الكاتب قوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى ما ضل صاحبك وما هوى. فهو يخاطب النخلة بجملة: ما ضل صاحبك وما هوى، وهو قول مأخوذ من الآية الكريمة: ما ضل صاحبكم وما غوى، من سورة النجم. يقوم بذلك من أجل استخدام لفظة صاحبك، ويقصد بها أيتها النخلة، أي أنه يخاطب النخلة. وما هوى ولا عشق ولا أحب سواك إلا أرضك، أيها النخلة لم أحب سواك إلا الأرض. هنا يتجلى لنا حبه، حبه وعشقه وإخلاصه للأرض. لا يحب شيئا أكثر من النخلة إلا أرضه، وهذا يدل على ارتباطه بالأرض، فهي جزء من وجوده. بينما كان يصور الأرض في النخلة، فهنا جزأ وكأن النخلة هي العزيزة الغالية المهمة بالنسبة له، وأغلى منها الأرض. إذن هو صور النخلة بعدة مواقف أو عدة شخصيات أو بعدة محاور، فهنا وكأنه يخاطبها كأنها هي ترمز له الطفولة، إلا أن الأرض أغلى وأثمن من هذه النخلة. التناص كما قلنا يظهر التناص بشكل بارز في القصة، وخاصة في العديد من الآيات القرآنية. والنخل ذات الأكمام، وهذا يعطي قدسية للنخلة بسبب ذكرها في القرآن الكريم، فقد كان أبوه يقول أن الله خلق النخيل في الجنة في دار الإسلام، واختار التمر لتتغذى به ستنا مريم عليها السلام عندما وضعت سيدنا عيسى عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة يتساقط رطبا جنيا. إذن يتجلى التناص الديني، التناص أنواع، التناص الديني باستحضار آية من القرآن الكريم أو حديث نبوي شريف، أو تناص تاريخي، حدث تاريخي، استحضار حدث تاريخي، تناص تراثي، استحضار أغنية تراثية كما ذكرنا في الفولكلور. إذن هنا يتجلى التناص الديني عن ولادة سيدنا عيسى عليه السلام: شهدت النخلة معجزة الولادة، وخففت الرطب من معاناة ستنا مريم، من معاناة ستنا مريم. هدف الكاتب من استخدام التناص هنا إضفاء جو من القداسة على النخلة، والإشارة إلى مدى أهميتها. وغير قول امرئ القيس: ضيعني أبي صغيرا وحملني دمه كبيرا، إلى قوله في القصة: ضيعني أبي صغيرا وحملني الهم صغيرا. إذن يوسف العلي يعاني من الضياع والفقدان، وخاصة في سن الطفولة: ضيعني أبي صغيرا وحملني الهم صغيرا،
إذا منذ نعومة أظفاره، منذ صغره، منذ طفولته، فهو يعاني، مهموم، يعاني الضياع، الفقدان. وهذا ما أوضحه بفقدانه لبلده عندما هجر منها، فقد طفولته. الطفولة الجميلة هدمت عندما هدموا قريته ميعار، فيها فقدان الأرض والأحباب والأصدقاء. وينقل تجربة أيوب ويتحدث عن الفردوس المفقود. أما الترميز في الأسماء، نلاحظ أسلوب الترميز في الأسماء، فيوسف العلي يعيدنا إلى الماضي الذي يمثل له زمان السعادة، الاستقرار، الطفولة السعيدة بين أحضان أصدقائه وأهله في أرضه وبلده، والتمسك بالقيم والعادات الأصيلة العربية الفلسطينية يحمل في ذاكرته ذاكرة الطفولة الندية وجعبة من الذكريات عن قريته الجليلية ميعار. وهنا نركز على المهارات التي ذكرناها. إذن مهارة المقارنة، نحن نقارن هنا بين حاضر يوسف العلي، يوسف العلي البطل، وبين ماضيه، بين حاضر النخلة وبين ماضيها. إذن هنا ومن خلال المقارنة نستطيع وصف الشخصيات والحالة والمكان. إذن التمسك بالقيم والعادات الأصيلة العربية الفلسطينية يحمل في ذاكرته ذاكرة الطفولة الندية وجعبة من الذكريات عن قريته. إذن الطفولة الندية السعيدة الحميمية التي كانت دافئة في حضن الأهل والأقارب والبيت هي تمثل الماضي، ماضي وطفولة الكاتب. وإنما الآن هي محملة، حياة محملة بالمعاناة، بالألم، بالحزن، بالألم وبالفقدان والضياع. وكذلك هي حالة النخلة التي كانت شامخة والآن هي منحنية، هي كهذا الإنسان الفلسطيني الذي مرت عليه رياح قوية، أي أحداث قوية حاولت اقتلاعه وحاولت رميه وموته، إلا أنه صمد وقاوم. ورغم ذلك هي بقيت النخلة كما بقي الإنسان الفلسطيني، إلا أنه يتألم ويعاني نتائج هذه المقاومات والصمود. إذن يوسف العلي، وكأن سورة يوسف هو من الأسماء المقدسة، كيفما ترك سيدنا يوسف قصرا، ترك أخوته، أجبر على ذلك، هم الذين جعلوه أو قذفوه في البئر. فهنا يوسف العلي أيضا أجبر على ترك بلده. هو من الأسماء المقدسة، اسم نبي من الأنبياء، كان مهجرا في مصر وعاد إلى وطنه وأرضه. لذلك اختار الكاتب اسم يوسف العلي، لأن يوسف أيضا ترك وغادر بلدته قصرا، وفي النهاية عاد إلى أرض الوطن. وهكذا يوسف العلي عاد في النهاية إلى أرض الوطن، فلا يجد من معالم المكان سوى النخلة. ولا بد من التطرق إلى اسم العلي، والد يوسف العلي، والعلي يشير إلى العلو والسمو والأصالة. نجد علاقة بين اسم والد يوسف وبين اسم والد الكاتب محمد علي طه، علي ويوسف العلي، علي محمد علي طه ويوسف العلي. إذن والد الكاتب هو كاسم والد يوسف العلي. هذا يقودنا إلى مشاركة المتلقي في القصة، وأن يتوقع بأن الكاتب عاش هذا الواقع حقا أو معايشة وجودية نفسية. اللغة، اللغة بإشارتها ومدلولها الخفي والظاهر ترتبط بالواقع المتمثل بالصراع الاجتماعي والسياسي للكاتب. قدمت اللغة في القصة قدرة سردية في استرسال العبارات والمعاني، ودمجت بين تعابير من التراث والواقع،
واستعانت بلغة غنائية. الأسلوب السردي هو المنتشر في القصة، السرد، ويغلب على الحوار رغم أنه يوجد حوار. والهدف من السرد التغلغل في أعماق الشخصية، الإيهام بالواقعية والموضوعية، وتقديم الشخصيات بأبعادها التاريخية والتراثية، ويقدم الأمكنة غير معزولة عن ارتباط الأشخاص. جاء السرد باللغة الفصيحة، والغرض من ذلك إضفاء الجمالية على النص وإخراج العمل من الصبغة المحلية إلى الصبغة العالمية ليكون النص مفهوماً على المستوى العالمي. والسرد ربط أحداث القصة بواسطة حروف العطف، وسوف نتطرق إلى الأمثلة كما ظهرت في القصة. يفتتح خوخل الذكريات النائمة في أعماقها، استخدم كلمة خوخة ليتواصل مع ماض وواقع، ويقول: ملعون أبو الغياب وأبو الفراق، ما قعدت يوما ولا عرفت القعود. تعابير مأخوذة من اللغة الدارجة، وهي قريبة للمحاورة وللواقعية، ليعبر عن الصدق واللحظة المرجوة. استخدم الكاتب لغة الجمع المذكر ليدل على القوة والتسلط، ويتجسد ذلك في قوله: 60 عاما يربضون على كتفيك بما يحملون من الغربة والذل. وأسماء الأماكن والطيور والنباتات كلها تصب بمعنى الحفاظ على الوطن والتمسك به. التشبيهات، أغلب التشبيهات مأخوذة من جو المكان والبيئة، ويتجسد ذلك من خلال القصة: فاطمة جفت مثل عود يابس، نعدو مثل الحملان، ونطير مثل الفراشات. تظهر في القصة أسئلة بلاغية، الكاتب يتساءل بكلمة أين بشكل متكرر، ويتجسد ذلك في القصة: أين البيت؟ أين عصافير الدويري؟ من مميزات السؤال البلاغي الإثارة واستيحاء الماضي. تظهر في القصة الجمل المتصلة المتراسلة بهدف التوضيح، مثل: يعرفها، يسير إليها، يمشي، يهرول، يقفز، يعدو. هذه الأفعال المتعاقبة حركية تدل على الحركة والانفعال، فالكاتب منفعل لأنه لم يجد من معالم بلده سوى مبروكة النخلة، فهو مشتاق لها وهي عشيرة الطفولة. في النهاية الطباق، والطباق هو الكلمة والضد أي العكس. وظف الكاتب الطباق لإظهار التخبطات والاضطرابات التي ولدها التهجير والتشريد في نفوس الفلسطينيين، مثل التحدي والإحباط، الكفر والإيمان، الفشل والنجاح، الخطأ والصواب. وهذا يظهر الاضطراب والتخبط في نفس الكاتب والبطل والإنسان الفلسطيني. هكذا نكون قد أوفينا القصة، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة. أشكركم جزيل الشكر طلاب الأعزاء، شكرا لكم.